السلام عليكم الإخوان الأخوات المشاهدين الكرام داخل وخارج الوطن. إما كتشاهدوا دابا راني في واحد الجاطة غتلقط الفول، الكل كيعرف الفول واحد المادة غنية بالفيتامينات. شهر هذا شهر مارس راه متوفر بكثرة، وأنا بغيت هذه الوصفة إن شاء الله غادي نديرها في العشاء باش تكون وجبة يعني خفيفة. كما كتشاهدوا الفول طبيعي محلي يعني 100% بيو. ودخلتكم معايا لهاد الجريدة هذه باش تستمتعوا وتشوفوا كيفاش كان نجني هاد الحبات نتاع الفول. واحد العملية فيها المتعة والوصفة اللي هادي نقطع اللي هادي هاد الطبق اللي هادي نقدم لكم في الأخير. نتمنىكم تتابعوني إلى نهاية الفيديو باش تشوفوا الطبق كيفاش حضرته بطريقة سهلة بسيطة. نتمنى كل اللي شاهد هذا الفيديو ما يبخلش عليا بالاراء وما يبخلش عليا بالاقتراحات، وانا نتقبل كل الاراء والاقتراحات. تابعوني. كما كتشاهدوا الاخوان والاخوات دابا الكميه نتاع الفول اللي جبتها من الجرده ديالي بعد ما حاولت نديرها في واحد البانيو ندير لها واحد بعض القطرات نتاع جافيل ضروري، وخاصه في هذه الظروف اللي كنعيشوها درتها كترطب شويه في الماء وشويه تاع الجافيل. ونحاول غادي نحاول نغسلها مزيان، نخليها في واحد الشبكه تستقطر وباش نحضر بها هاد الوصفه. نخليها بعد دقائق فقط. ودابا غادي نشلل هذا الفول، نشلو مزيان بديك الرائحه نتاع جافيل، والا كان فيه شي تراب غادي نشلو مزيان ونستقطرو نخليه في واحد الشبكه. كما كتشاهدوا العمليه سهله، وكنتمنى من الجميع الاخوان والاخوات يحرصوا على النظافه وخاصه في هذه الظروف هذه اللي كنعيشوها. نتمنى ان شاء الله النظافه هي اساس المطبخ. نتمنى الشفاء لكل المرضى ان شاء الله. كما كتشاهدوا دابا غادي نبدا في العمليه نتاع نقطع الفول. وسمحوا لي على هذا اللقاط كنبلع به الكوكوت راه مشات لها القفله الفوقانيه. ها هو الفول دابا ديالي كنصاوبو نقطعو قطع صغيره لان غادي نفورو، ونحاول ما امكن الا كان الفول ماشي طري نحاول نقلع دوك الجوانب دوك الخيوط اللي كيكونوا على الجانب باش ما باش ماشي حتى نطيبوه وكنبقاو نحصلو على هادوك الشعرات اللي كيخرجوا من الفول. نبداو من البدايه نحاولو نزولو داك الجوانب بالسكين او باليد. العمليه كما جات لك سيداتي ديريها.
بعد ما الكسكاس ديالي عمر حاولت نقطع فوق الربع القزبر والمعدنوس. قطعتو يعني بطريقه يعني كبيره، يعني ماشي مشكل لان غادي تفور كلشي غادي يطيب. نحاول ندير واحد، ما عنديش الشالوط في الدار ولكن كانت البصل في الوقت ديالها دابا راه كتخرج هاد الشالوط البصله، كنطيبوها فيها مباشره فوق الفول، كتعطي لها نكهه خاصه هي والثوم، كتجي يجي واحد المذاق رائع. وغادي نزيد شي فصوص نتاع الثوم، سواء الثوم الحمراء او البيضاء كما كانت سيداتي عندك متوفره في البيت. والثوم هي راه اساسيه في هذه الوصفه هذه، وكما كتعرفوا راه الثوم راه صحيه بزاف، وما خاصش يعني المطبخ نتاع اي سيده ما خاصش تخلو من لهاد الثومه هذه. استعمليها في اي حاجه بغيتي تاكليها استعمليها. ما كتشاهدوا الكسكس ديالي عامر والبقيه راه باقيه لي في الباسينه. كنحاول ندير هاد الكميه اللي استعملتها في البدايه في الكوكوت، ومن يهبط شويه الفول غادي نحاول نزيد ديك الكميه اللي بقات لي. دابا راني رديت الكوكوت ديالي تغلي. بعد ما غلى سيدتي الماء حاولت ندير الكسكس ديالي داخل الكوكوت، وضفت لها بعض التوابل كالكمون والابزار الاسود وشويه نتاع الملحه، وخليتها واحد 20 دقيقه في الطياب. كما كتشاهدي بعد ما طاب الفول حاولت نديره في مقلاة، وزدت عليه زيت البلدية زيت الزيتون مع شوية نتاع الزيت العادية، وبديت في واحد العملية. واحد الكاس يكون كبير الحجم ديالو شوية كبير، ونبدأ نضغط على داك الفول باش تدخل فيه كاع ديك التوابل اللي ضفنا له في البدايه، اللي يعني درناها في الكسكاس من تفور في المرحله الاولى، وتنسجم كامل دوك العناصر مع بعضها. الا ما قدرتيش تخدمي بالكاس حاولي ديري هاد القرعه نتاع الكونفيتير، والعمليه هذه تكون سهله. هذه تجيك العمليه شويه غريبه، ولكن هذه هي التقنيه. يعني المطبخ المغربي دائما كتلقاي فيه بعض يعني التقنيات اللي كتقنها المراه داخل المطبخ، يعني من الدهن ديالها، وكتحاول تخرج بعض الحيل. وفي الاخير كنضيفوا نسمو نزيدوا شويه الابزار الاحمر او الفلفله اللي كتبغي شويه حار، كتزيد له ديك الفلفله السودانيه، وكنحاولوا كنستمروا في العمليه حتى نهايه الوصفه. جربوه الاخوان، راه ساهل وبسيط وصحي، وخاصه ملي كتاكليه في العشاء كتحسي بانك خفيفه بزاف. ودابا المرحله الاخيره نتاع هذا الفول هذا حاولنا نديروه في الطبسي كما كتشاهدوا، شاركته معكم يعني خطوه بخطوه، وهذه هي المرحله الاخيره ديالو، كيجي بنين بزاف. شكرا لكم وشكرا بزاف بزاف، كنستنى التعليقات ديالكم والاراء ديالكم، وشكرا على المتابعه.